إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم A O B TV بالدارجة، ومرحبا بكم في قناة أخرى اللي هي A O B كندا بالفرنسية وشوية ديال الإنجليزية. قبل ما نبدأ نجاوب على بعض الأسئلة اللي توسلت بها، ما تنساوش تشاركوا في القناة، هذه القناة هذه، وتبارطاجيو وتلايكيو ولا ديزلايكيتي، وقول لي علاش ديزلايكيتي باش نطوروا جميعا هاد القناه. نبداو بالسؤال الاول. السؤال الاول جاني من الاخ لافوان، لافوان على ما اظن تيزي اسيدي، اول بعدا ازول في اللون، عمر ديالي 49 سنه، متزوج قبل اربعه ابناء، مهندس دوله في الهندسه المدنيه الله يبارك، عنده خبره 15 عام، زوجة ديالو تاهي عمرها قريب لي واحد شويه، حاصل على شهاده جامعيه باكالوريوس طوال نفس التخصص، خبره الى اخره. هو دابا كيسول باغي يمشي يقرا في كندا، شكون هو الافضل؟ واش يمشيو بجوج؟ قعدتو هاد واحد شويه فوالا، واش يمشيو بجوج ولا يمشي غير واحد؟ هو الا كانت عندك القدره الماليه مقبوله، يعني فلوس ديال باش غتعيش تما وفلوس باش تخلص قرايه، مشيتي بوحدك لافونتاج غادي يكون مشيتي في الاول، هو ان كاين شي حاجه غتردك البلاد، يعني داك الموظف ديال الهجره غادي يقتنع على ان كاين شي حاجه غتردك، ولا عندك الفلوس وعندك ديجا شي حاجه غتردك من غير المدام والوليدات، سيرو بجوج. اوكي، انت غادي يعطيك بيرمي ديتود وهي غيعطيها بيرمي طرافاي اوفير. السؤال الثاني، ريان عنده واحد الوكاله ديال ميتي سيرفيس، وكاله ميتي سيرفيس بمعناها كيدير سميتها كيدير فوتوكوبي، كيدير يخلص الفواتير ديال الموضوع ديال توصل باستلام الاموال، وعنده عنده عنده دار ولاجونس ديالو، عنده ليموبيلي الى اخره، وعنده الدراري. كيسول على فرص ديال الفيزا او بيرمي ديتود. بالنسبه للفرص ديال بيرمي ديتود، كيبان لي انايا الحوايج اللي يقدروا يخليو الانسان في يرجع للبلاد ديالو، عندك بعد على الاقل عندك لاجونس ديالك خصها محلوله ديالك، في سميتها المراه والوليدات غادي يبقاو، عندك كونت بونكير على ما قلتي لي مزيان، دونك يبان لي كاين واحد الحدود. اوكي، يعني كاين حدود انك ان شاء الله تاخذ بيرمي ديتود، لان لاجون دي ميغراسيون كيشوف الفلوس واش عندك في الكونت ديالك باش تخلص لي فري سكولير، زائد لي فري دو سوبسيستونس باش غتعيش معيشه اللي هي حسب كيبيك 12750 دولار، يعني واحد 91800 ديال عام، ولكن احسن تحط في الكونت ديالك واحد عامين. اوكي، دونك كاين حضور. السؤال رقم ثلاثة، بلاتي نتقادوا ليه. السؤال رقم ثلاثة، سي فريد شحال هادي رفضوا ليه بيرمي ديتود، ودابا قال لك واش يمكن لي يعاود يديبوزي؟ خايف؟ لا ما تخاف حتى شي حاجة، غير واحد القضية، إلا كنتي عارف الأسباب اللي علاه من أجلها رفضك وخدمتيهم، ما كنظنش غادي يكون عندك مشكل. اوكي، ما كنظنش غادي يكون عندك مشكل. دونك هذوك الاسباب اللي عليها رفض لك بيرمي ديتود، الا خدمتيها سواء من ناحيه ديال المسائل اللي غتربطك بالبلاد انك ترجع، من ناحيه ديال الرصيد المالي في البنكي، من ناحيه القدره الماليه على تاديه مصاريف الدراسه، مصاريف عيش، زائد مصاريف ديال الطياره باش تمشي وتجي، ما يكون غير خير ان شاء الله. السؤال رقم 4، سي نور الدين كيسول واش كاينه في نوفو برانسويك، كاينه ASP زائد بوكس. اولا بعدا هادشي ASP والداب كاين فقط عند كيبيك، بروفانس دو كيبيك، ما كاينش في شي مقاطعه اخرى. اوكي، دونك عندنا 10 مقاطعات في كندا وثلاثه ديال التريتوار، المقاطعه الوحيده اللي عندها شي ASP والداب هي كيبيك. لذلك كتشوف بزاف ديال الناس واخا انجلوفون ما كيمشيوش لي بروفانس اخرين، كيجيو لكيبيك لان فيها الدب ساهل باش تاخذ به
c'est exclu, ça se fait qu'à la sélection de Québec, ou ça, t'as choisi l'Iqama Taïm. Il n'y a pas de choix de novembre. Question numéro 5. شنو الفرق بين AOC و DEC؟ AOC ندوب DEC. DEC هو واحد ديبلوم إنسان من كي يقرأ في الكوليج كي ينجح كي ياخد DEC. DEC كيسمى DEC ديبلوم ديتيت كوليجيال. إلا كنتي غتقرأ واحد الشعبة اللي هي تقنية كتخليك تخدم في المارشي طرافاي أون بليس تخليك تدخل الجامعة كيتسمى DEC تكنيك كاتخوازون. وإلا كنتي غتقرأ في واحد في الكوليج غير باش تاخد ديبلوم داك باش تقرا في اليونيفرسيتي ما يقدرش يخدمك كيتسمى ساعات داك غير يونيفرسيتي. دابا هذا بالنسبه للداك. بالنسبه للاو سي، او سي سون اتيستاسيون اول بعدا ماشي ديبلوم او كيتعطى دون لو كادر ديال لا فورماسيون كونتينيو. داك ماشي فورماسيون كونتينيو، فورماسيون ريغولييغ. او سي تقدر تقراها تقريبا في 6 شهور، تقراها في عام، اوكي ماشي بحال داك. داك سي دي بروغرام اللي هما ستاندارد ديال 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 الدوله. او سي هما كياخذوا زورينتاسيون ديال الدوله وكي فور كي يديروا لا كونسيبسيون ديال البروغرام ديالهم على حسب المدرسه ديالهم. او سي رخيصه يعني سوسين لا مقيم، مقيم ما كتفوتش كوا 600 دولار ولا 500 دولار. اوكي فرق اخر، داك يخدم اكثر من معاوس. اوكي دونك هادو هما الفرق لي ماجور ديفيرونس اللي كاينه ما بيناتهم. سي زكريا، زكريا المهم كتبان ليا بسميت السيده، نهضر على السيده. السيده دفعات وتقبلات في واحد المعهد وجاتها سياك ودفعات بيرمي باش تطلب بيرمي ديتود، ماشي فيزا ديتود، شحال في كيسمى فيزا دراسة، لا هو ترخيص دراسة، بيرمي ديتود. فيزا فين كاينة؟ كاين الناس اللي غادي يمشيو السياح أو غيمشيو زائرين، كيسمى فيزا بو فيزيتور تومبوغار، في في تي، أو في آر تي، فيزيتور بور بور لا فيزيتور فيزا بور فيزيتور تومبوغار. أما ريزيدون تومبوغار هو يا إما طالب أجنبي يا إما عامل أجنبي. وترفضت ليها، ترفضت ليها، قال ليها جو نو سو با كونفانكي كو زالي كيتي كندا كونتيني دو ريزون دو لا ريزون دو فوتر فيزيت. و الاخت زكريا الاخت المهم الاخت اللي عطاتني السؤال راه درت واحد لا فيديو فيه ها هما الاسباب الحقيقيه اللي كيرفض لكم لاجون ديميغراسيون طلب ديال ترخيص الدراسه. شوفي داكشي اللي كتبت انايا وغتعرفي الجواب راسك. انت عطيتيني ان لي فري سكولير كيتقاموا ب 13000 دولار، يعني بواحد 94000 درهم مغربيه. زين هاهي نقيدوها باش نمشي معاك دقه دقه. الوالد ديالك عنده 140000 درهم، يعني 14 مليون. وكاين ان غارون في كندا عطى 20000 دولار، يعني 100 تقريبا 144000 درهم، يعني تاهو 14 مليون. إذن 14 مليون ديال الوالد ديالك زائد 14 ديال السيد اللي في كندا كتعطيك واحد 28 مليون و 60000 و 78000 ريال. والقرايه 93774 زائد لي فري ديال المعيشه اللي هي 91672، يعني اللي كيقولوا القانون في كيبك اللي هي 12750 دولار. الا جمعنا هذا الشيء زائد الطياره تقريبا راهم قل من داكشي اللي عند الوالد ديالك ولا عند كارو، ومع ذلك رفض. ممكن اسباب اخرين، ممكن هاد الفلوس اللي لك الوالد حطهم في دقه واحده، ممكن ان الخدمه ديالو صالير كيشد ما غيسمحش ليه انه بقى يقدر يعاونك ولا صيفط ليك ولا شي حاجه، وربما انه ما خداوش، يعني وهذا الشيء اللي كيوقع لو كارون في كندا ما خداوش بعين الاعتبار، حيت هو كي مكتوب القانون كيقول ديسبونيبل، ديسبونيبل يعني كاينه،
هذيك اللي في كندا واش كاينه بحال دابا كتقول لي السبرايم اشنو تبغي؟ واش بغيتي 10 ديال البيضات نعطيهم الغداء ونعطيك بيضه دابا ونعطيني خو بيضه دابا؟ اللهم بيضه فليد ولا 10 دجاجات في الغيب ان تي فون ميو كو دو تيليزو تيليزورا واحد المثل الفرنسي كيقول ان تي غير هاك اعطيني واحد سم تقول لي جو غناخذهم غدا ان تي فون ميو كو دو تيليزورا. كنظن هادو هما الاسباب علاش لو غارون ما خداش بعين الاعتبار. اوكي الغارون منسى دونك خاصك تراجعي شوفي الفيديو ديالي وشوفي اشنو هما اللي غينقصوك باش ان شاء الله لاجون يقبل لك الطلب ديالك. السؤال رقم 8 السي حميد بالعربي. السي حميد بالعربي قال لك سيدي اسمع بان في السجاب كيهضر على واحد النوسيون سميتها لاغاك. لاراك لاراك انا نعقل لاراك كانوا هما الطوبيسات في المغرب كيسموا الطوبيسات ولا الطاك. لاراك هنايا في كيبيك معناها لا ريكونيسونس دي كومبيتونس اي دي زاكي. لا ريكونيسونس دي كومبيتونس اي دي زاكي ما معناها؟ معنى ديالو واحد المثال مثلا انايا كنت خدام نجار في المغرب وباغي نجي لهنا ندير ايبينيست نخدم ديبلوم ديال ايبينيست ديبلوم ديال تنجار وخصني نقرا خصني نقرا وخصني نقرا تقريبا خصني نقرا عام ونص. غادي نجي لهنا وغنقول لهم السلام عليكم هاد لي ماتير اللي كتقريو راه تقريبا واحد 10 ولا 15% قريتها. ايه واخا تبرهن لينا كيفاش قريتيها. غادي نجيب ليهم لي كور لي قريت ديسكريبسيون ديال لي كور لي قريت وغنجيب لهم الشواهد ديال الخدمه ديالي وغندير واحد الملف اللي غنعرضو امام واحد اللجنه واحد الكوميسيون. هذيك لا كوميسيون غتشوف لا سميتها هذوك المواد اللي نتايا بحال بين قريتيهم غاديين يدرسوا الملف ديالك ويقول لك اسيدي ما غتقراش هذوك المواد. يعني كينقص لك الثمن الخلاص كتربح الوقت باش تاخذ ديبلوم وكيولي واحد متبعك لان هذا ديال الريكونيسونس كيكون واحد متبعهم. هذا هي معناها ريكونيسونس لاغاك لا ريكونيسونس دي زاكي اي دي كومبيتونس. واحد مثلا كان باغي يدير سوتي انفورماتيك عنده ليكسبيريونس قرا انفورماتيك واحد باغي يدير ادمنستراسيون دغيز عنده ليكسبيريونس عنده انفورماسيون اي دومين الا الكونتابيلتي لي نورم ديالها ماشي بحال هاد المغرب. دونك هادي معناها لاغاك. السؤال رقم 9 مرباح. السي مرباح قال لي هل هناك اسماء بعض الاستشاريين معتم؟ اخويا انا اش نقول لك في المغرب لي زيكو اللي مزيانين الاصدقاء اللي مزيانه كتجيني كاين نيو لايف ديال السي شدادي يوسف وكاين اكسي كندا. اكسي كندا راه قريبه في المغرب اول كابينه على ما اظن كانت في المغرب كاينه في الزرقطوني هذو اللي كنعرفينها. السؤال رقم 10 السي ايوب. السي ايوب عطاني واحد جوج اسئله مفيدين غتستافدوا منهم. السؤال الاول عطاني واحد السميه ديال واحد الاستشاري معتمد كاين في كندا ولكن كتب لي كيف موريال سميتو السميه ديالو السي كمال كدحي. السي كمال كدحي وسولتيني واش فعلا استشاري معتمد. كيف قلت لكم ديك النهار اول حاجه ديروا خصكم تدخلوا للسيت ديال كونساي دو ريغلومونطاسيون دي كونسلتون اون ايميغراسيون او كندا سي ار سي سي او كونسلتون كيتسمى لو كونسول كيتسمى الكريك ولا الكريك ماشي ديال الطوموبيله ماشي الكريك اللي كنهزو به الرويض. لو كريك معناه لو كونسلتون ريغلومونتي اون ايميغراسيون او كندا. كتقلبوا عليه كتدخل السميه ديالو والكنيه اسم عائلي وشخصي او الرقم ديالو بحال هذا الرقم ديالو ار 529633 وكتقلبوا عليه. المهم انا دخلت قلبت لك لقيته فعلا كاين اكتيف. كاين اللي غتلقى اكتيف كاين اللي غتلقى ان اكتيف كاين اللي غتلقى ريفوكي
كل اللي غتلقاه دي سي دي مات كي غتلقاه ريفوكي جرعوا عليه كي غتلقاه ديميسيوني ديميسيوناك اللي غتلقاه اكتيف نشيط يعني مازال مسجل وكي غتلقاه اناكتيف مابقاش مسجل والكوردوني ديالو ني فعلا ندير واحد الكابيني سميتو سيليكت ايميغراسيون كندا ودير التليفون ديالو اللي هو 438-448-3577 دونك ملي تشوفوا التليفون خصكم تعيطوا تاكدوا دونك انا عيطت ليه هو اللي جاوبني اوكي دونك السلام عليكم وعليكم السلام بونجور سيدي واش انت سيدي هو سي كمال كدحي قال لي اياك قلت له الله يخليك نعيط لك باش كنكونفيرمي لان فعلا انت كاين وهاد النمره المحطوطه كاينه والى اخره دونك كاين الجواب ديال السؤال ديالك كاين كاين في مونريال في كورديناش اوكي السؤال ديالك الثاني قلت لي عندك ديبلوم في لاكويزين وعندك سنين ديال الخبره وعندك لي زاتيستاسيون ديال لومبلوا لي زومبلوا ديالك وعندك لي ستاج وعندك ان لوجمون لا فالور ديالو 25 مليون سنتيم وقلت لي عندك طوموبيل وخرجت الامارات شهرين ورجعتي وعندك ان بروميس ديال لومبوش ان بروميس تعهد ان انهم غادي غادي يخدموك ملي ترجع من كندا مع واحد الكونطرا ديال 3 ans وعندك اسيدي وهذا الكونطرا غادي يخدموك بواحد 8000 درهم تبارك الله الله يكمل بخير واخا انهم خصك تخدم اكثر من هادشي الى ترجع من كندا على بالي ما ترجعش خرب بلادي وعندك الوالد روتريتي عنده ان بون سالير ان بون بونسيون مزيانه عنده كونت بونكير تبارك الله ان بون كونت عامر وانت تا عندك كونت ديالك عامر وسولتيني اشنو اللي يقدر ينقصك انا بانوا لي جوج حوايج ناقصين جوج حوايج من قبل ما نهضر عليهم قلت لي لا فورماسيون ديالك كطلب 15000 دولار يعني تقريبا واحد نقولوا حنا واحد 10 المليون اوكي ولي فري دو سوبسيستونس باش خصك تعيش كيبك هذوك خصك تجيب معاك 12750 يعني 92000 درهم و 91000 درهم و 800 درهم يعني 9 مليون و 36000 ريال التوتال ديال هادشي كامل خصو يكون تقريبا واحد نقول واحد 200000 دولار 200000 درهم يعني 20 مليون زائد مركوب 8000 دولار على 9000 دولار تقريبا واحد 29 مليون قبل نقول لك شنو ناقصك الملف ديالك زوين في جميع الاشياء اللي تخلي لاجون دو ميغراسيون انه انا يجاوبك بوزيتيف ناقصني جوج حوايج ناقصني السنسس ما ذكرتهاش لي انايا اللي كتبت الاكسبيريونس ديالك راه ماشي لي زاسيستاسيون اللي كيتبتو راه السنسس اللي كيتبت ثانيا ناقصك لا لتر بما انك غتطلب غير بيرمي ديتود يقدر ما يسولكش على السنسس يقدر يتكفى ب شوائد العمل ولكن الا بغيتي دير الدوسي ديال الميغراسيون ديال الصح والعمل خصك تكون عندك سنسس النقطة الأخيرة هي لاتر ديكسبليكاسيون ولا لاتر كيسميوها لاتر دو بريزونطاسيون مهمة بزاف يا أخي وسهلة هاد الباك جراوند اللي عندك كامل وهاد لي فون فينونسي اللي عندك سهلة ورقة أنا فلان فلان العمر ديالي شحال الفورماسيون اللي قريت هادي وخدمت هادي واش عندي السنوات خدمة بلا ديطاي انا كيعجبني المهنه ديال الطبخ وكنشوف على ان الناس بزاف كتمشي لكندا وكترجع للمغرب وكتفيد وكدير بروجيات ديالها وانا كنحماق على شحال سميتها كويزين يعني انا بغيت نمشي لان جاوا الناس ديال كندا هنايا تلاقيت معاهم جاوا هنايا كيباك ولا دوت بروفانس في الدار البيضاء وحضرت اللقاءات ديالهم داكشي عجبني بزاف ولقيت راسي فيه وكنشوف انني نقدر نمشي بعيد الا مشيت خديت الفورماسيون هادي غادي نرجع للمغرب وغنمشي بعيد هاد الناس هادو دار ليا بروميس ديال الخدمه غنستافد منهم لانني واحد ما خدمت معاهم 3 سنين ولكن ما غندير شي حاجه ديالي انايا اوكي وانا اللي كيشجعني انني غننجح هو ان اولا انني الفورماسيون ديالي ماشي متطفل عليها ان عندي فيها الخبره
انني مثال من طرف الوالد ديالي غادي يعاونني، ومسار المشرخي ديالي غادي يعاونني. وحاجه اخرى مهمه هو هاد الفلوس اللي عندي انا، وغادير واحد الطابلو عشان عندك نتايا بالدرهم، غادير ديزينياسيون لا ديسكريبسيون مونطو بالدرهم والمونطو بالدولار، هادشي داكشي اللي عندك وتقسموا لها 7.2 مثلا. اوكي عشان عندك في الطوموبيل هذيك لا فالور ديالها بالدرهم. وكل ما عطيتي الديتاي مزيان، كل ما عطيتي الديتاي مزيان دون زان طابلو كيبان كتبان داكشي بروفيسيونيل. اوكي وحاجه اخرى كتبتي بان كتفكر تجيب وحدك وتخلي الزوجه ديالك. انا كيبان ليا عندك قدرات الماليه لانك تمشي تو الزوجه ديالك، يعني يمكن لك تطلب ليها بيرمي ديتود بيرمي اسمع ليا بيرمي طرافاي اوفير. يعني انت هذا البروفيل اللي عندك بالنسبه ليا انايا كيبان ليا مزيان. اوكي كيبان ليا بروفي مزيان، يعني عندك الدار، عندك بغيتي تقطع الشك وتخلي المراه ومن بعد تجيبها سي ان اوتر اوبسيون، ولكن انا بالنسبه لي انا كيبان ليا عندك حدود، فهمتيني، حدود وافره. اوكي حدود وافره خاصه الا صرعتي لي هذيك لا ليتر ديال سميتها اكسبليكاتيف، وتثبت الزوجه ديالك بانها غتمشي لتما سي بور بوش كانت تكون بعيد من البلاد، دونك كتبقى هي يعني بحال واحد السند ديالك، كان سوتيان مورال باش توصل للهدف ديالك وتقرا بدون مشاكل. اوكي يعني ما تكون معاك هي ما تبقاش تفكر في الحوايج اخرى غير تكونسونطرا على القرايه ديالك. وبالتوفيق ان شاء الله. اوكي ما تنساش سي ان اس اس او لاتر اكسبليكاتي. ومن الجهه التصبيه كندا لو غيف، كندا لو غيف قالت لك اسيدي الا انا دخلت فيزا دراسه، كندا ما كايناش فيزا دراسه، كاينه بيرمي ديتود، ماشي فيزا ديتود، بيرمي ديتود يعني ترخيص دراسه. الا دخلتي هنا ولقيتي عمل واش تقدري تطلبي بيرمي ديتود؟ اولا منين كتكون طالب هنايا اجنبي راه كيمكن لك تخدم، يكون عندك ان بيرمي دو ترافاي. كاين بعض الطلبه اللي كيجيو ممنوع عليهم يخدموا خارج البلاصه اللي كيقراو فيها الكومبيوس، او كيسمى بيرمي دو ترافاي بور كومبيوس. وكاين اللي هو يخدم في اي بلاصه يخدم فيها في كندا كامله. الا كنتي طالب اجنبي بالحق ما عندكش الحق تفوت 20 ساعه في السيمانه. اوكي دونك 20 ساعه هي الماكسيموم اللي تقدر تخدمها في السيمانه. هذه الا كان سؤال ديالكم صح. اما الا كنتي سولتيني غتجي هنا وتلقاي خدمه، لقيتي خدمه وبغات تخدمي 35 ساعه في السيمانه ولا 40 ساعه، يعني ما تقرايش، الجواب ديالو غادي بالتفصيل كاين في الفيديو القادم اللي غنحط على كيفاش امكانيه الطلب، ما كنقولش تحويل، امكانيه الطلب، امكانيه انك تحط طلب تحويل اي ستات، تبدل اي ستاتيو سواء من طالب العامل من زائر ستوريست الخدام او تورست طالب ممكن، ولكن شريطه ان يقبل لك لاجون ليميغراسيون. وباش يقبل لك لاجون ديميغراسيون باش ما تاخذش الكلام ديالي ناقص، كاين بزاف ديال الحوايج خاص تكون عندك، تكون عندك ومذكوره في الفيديو اللي هضرت الاسباب اللي كترفض منها طلب ديال بيرمي ديتو ولا ديال فيزا توريست ولا فيزا بور فيزيتور تومبوار. اذا اي واحد جا هنايا نفترض بين قوسين توريست جاي يزور عند الاهل ديالو او جاي يدوز او جاي شي مؤتمر، كيمكن ليه يطلب بيرمي ديتو ويمكن ليه يطلب بيرمي دو طرافاي يلقى خدمه، ولكن بشروط كاينين في الفيديو اللي هضرت على الاسباب رفض الفيزا، وكاينين في الشروط ديال الفيديو القادم اللي غنحط لكم غدا ان شاء الله ولا اليوم، اللي تصلت مباشره مع واحد الموظفه كاينه في وزاره الهجره الكنديه وعطاتنا التفاصيل اوديو وفيديو، غتشوفوا داكشي وغتسمعوا باش ما بقاش يكذب لكم شي واحد يقول لكم مستحيل. هي مستحيل الا رفض لك، الا ما عندكش المساله تقنعوا هذه. وهي ثانيا ضروري اللي باغي يبدل الستاتيو خصو يمشي لعند استشاري معتمد، هادشي كيتخدم
اتصل باستشاري يقول لي شوف انا غنجي توريست وبغيت توقف معايا باش نبدل اشنو ندير. اوكي السؤال رقم 12 نوران بنور قلت لك سيدي احسن وقت لطلب فيزا السياحه وكيف نحضر لها؟ المهم عندك شهر 5 وشهر 6 وشهر 7 وشهر 8 عامر الا طلبتيها قبل هذا الوقت هذا مزيان. اوكي باش توجد ليها اولا خاصك تشوف لا ليست ديال الدوكيمون اللي يكونوا عندك وغالبا يكون الفلوس موجودين فيهم فلوس باش تعيش تما مدة ديال الاقامه ديالك او الخدمه ديالك تكون خدمه سوليد تكون كتخلص مزيان تكون عندك دي بي ام مزيانين هنايا تكون عندك شي روابط مع شي واحد غتمشي عندو وصيفط لك ان سيرتيفيكا دي بيرجمون الى اخره. اوكي السؤال رقم 13 ربيعة قالت لك واش ممكن نطلب فيزا ايتود ماشي فيزا ايتود بيرمي ديتود واش قالت لك واش نقدر نطلبها اونلاين؟ انا دائما ملي كنجاوب على السؤال كنقول لكم يا اخوان يا اخوات راه يمكن لكم تطلبوا بيرمي ديتود اونلاين ولا بابي يمكن لكم تطلبوا بيرمي دو ترافاي اونلاين ولا اون بابي يمكن لكم تطلبوا اي فيزا اونلاين ولا سيغ بابي يعني كتوجدها وتمشي عندهم وتحطهم اونلاين كومون سا سباس دابا نحاول ان شاء الله ندير لكم شي فيديو هاد القضيه الاونلاين انا قايده هنايا كتدخل الموقع ديال كندا بوان سي كتقلب كتكتب في غوشار غادي دير دوموند اونلاين كتدخل وكتهزل اش من كيعطيك اش من فيزا باغي تطلبها او جو بيرمي وفين انت كاين الى اخره واش من بلاد الى اخره الواتا اللي كيطلب منك خصك تكون ديجا عندك سكاني كتيلي فيرسيون هنا كيقولوا تيلي فيرسي يعني ابلاودي كتهز من بي سي ديالك وتعطيه لي موما وكيدرسوه وهو ملي كتحطو لهم كيمشي نيش الرباط مثلا او جزائر او تونس عاصمه مثلا الا كان داكشي كوريكت ما ناقصها حتى حاجه كيدرسو ويجاوبوك في الهضره اللي غتعطيهم كيقول لك راك مقبول ولا ماشي مقبول دوز ناخذ لك دي دوني بيومتريك تصويره والبصمات ما مقبولش واش معك باسبور ديالك مثلا لي زوريجينو ديال شي وريقات ما مقبولش كيقول لك راني ما قبلتكش دوموند روشتي باسكو جو سو با كونفانكي بانك غترجع المغرب او الجزائر المهم غترجع لبلادك سو با كونفانكي ان عندك لي كاباسيتي فينونسيير باش تخلص قرايتك وتعيش تما سو با كونفانكي بان عندك شي حوايج روابط هنا اللي تخليك ترجع بحال الموبيلي بحال شي حاجه اللي تخليك تردك لبلاد. اوكي دونك الجواب هو ممكن. نسمع واحد القضيه بالنسبه للناس اللي غادي يجيو هنا وبغيو يبدلوا ستاتيو في حال الا قبلك ملي غتبغي تصيفط لي زيليمون او بابي راك كتصيفطهم من نيويورك ماشي كندا راك غتسمع في الفيديو القادم ان شاء الله ان كتصيفط البيرو دو تريتمون دي دوموند دو بيرمي ولا دو شارمون ستاتيو كيمشي المكتب ديال الهجره اللي كاين في نيويورك ماشي هنا. السؤال رقم 14 ياسين قال لك حبيت ندير في توريست فيزا توريست نجي عند الاخت ديالي واش ممكن نحولها رخصه الدراسه ومن بعد نجيب الزوجه والاولاد؟ الاخ ياسين اون برينسيب تسمعوا مزيان راه الكلام ديالي راه كلمه تبدل الكلام ما كنقولش يمكن تحويل الا قلت يمكن تحويل بحال كنعطيكم سيرتيتود لا ممكن وضع طلب تحويل سميتها فيزا سياحه او فيزا ديال زائر مؤقت الى ترخيص دراسه او الى ترخيص عمل ممكن. دابا شنو كيبقى؟ يقدر يجاوبك بالرفض يقدر يجاوبك بالايجاب. الى جاوبك بالرفض اجمع قلوبك سير في حالك جاوبك بالايجاب ديك الساعه غادي تزيدوا شي وريقات اخرين اللي ما كانوش كافيين باش تمشي توجد بيرمي ديتود دو ترافاي ولا ديتود غتقرا مثلا راه الاستشاري ما ديروهاش بوحدكم انا نقول لكم لا فيديو جاي غتسمعوا لي كنقول لكم الا غتجيو لهنا عوالين تقلبوا الستاتيو ديالكم اتصلوا باستشاري مجهد
وفي ديزين عنده بحال الامثله بحال اللي كادو او محامي في ديزين بحال المسائل هذه ما تمشيش عند شي واحد معمرو عمرو ما دازو بين يديه اوكي الا كان داك شي واحد غادي قبلوه ما كانش هو داك مع البوليسه ديالك كم باك ويد لارام سؤال رقم 15 انس كيقول بان عنده واحد الحساب بنكي فيه الرواج كيوصل 23 مليون سنتيم هو ناوي قبل ما يدفع الطلب ديال البيرمي ديتود غادي يزيد فيه باش يولي 30 مليون سنتيم 300 انا كنقول لك ماشي مشكل حيت الكونت بنكي غير ان ليمون واحد العامل كيعتمد عليه موظف الهجره ما هو كيعتمد على بزاف د الحوايج واش انت صغير واش شحال انت ناعس واش خدام واش كنتي خدام واش تجربه والديك الكارون والسوليد ولا ماشي السوليد واش عندك شي حاجه تردك المغرب راه هادو هما لي ليا واخا تكون عندك مليار في الكونت ديالك الا كان مقتنع انك ما غاترجعش راه ما يعطيهاش راجع غير الفيديوهات اللي كندوي على الاشياء اللي كتقنع الموظف انه يعطيك الفيزا كوثر عمرك في الثلاثينات كوثر عمرها في الثلاثينات اسمح لي إجازة في الدراسة الإسلامية خبرة 3 سنوات كأستاذ لهذه المادة في المستوى الإعدادي الزوج ديالك توا في الثلاثينات وهو يشتغل في سلك الأمن الوطني واش عندك الحظ سؤالك واش عندي الحظ في الهجرة السريعة أو الدراسة ما فهمتش الهجرة السريعة شناهي تقزيبها أونتر إكسبريس شنو نقول لك أنا بان لي شوية الحظوظ ديالك بين وبين أوكي لأن عندك دراسة إسلامية يعني ما عندك شي ديبلوم اللي غادي تفيديهم به وكاين واحد لاريس ديال الكلاسيفيكاسيون ديال لي ميتي بحال دابا ما عندكش شي ميتي انت بيان كلاسي في لاريس ديال لا كلاسيفيكاسيون ناسيونال دي ميتي اوكي يعني كنقول لك ما كنظنش كاين شي حدود متوفره ولكن دخلي شوفي شي استشاري ولا يقدر يجاوبك احسن مني انا ولكن انا كنقول اجازه في التربيه الاسلاميه كتقري غير التربيه الاسلاميه يعني باللغه العربيه مازال واحد اجازه في كونطابيتي خدمه في كونطابيتي اجازه في المات خدمه في المات هذا احو بردت يعني اجازه الدراسه الاسلاميه ما 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 مازال قلتي الدراسه الاسلاميه وقري شي كون قريتي غير في الروض ولا في حضانه تجربة مطلوبة هنا يعني تجينا دير انفورماسيون ديال لا فيت انفونس وتخدمي اوكي دونك اللي كيبان لي انا اللي كيبان لي انايا بالنسبة للاج مزيان لاج كيعطيك 16 نقطة في كيبيك على 50 اوكي المهم كيف ما كان الحال ما تخسري والو انا خديت الرأي ديالي انا حسب التجربة اللي كنعرف انا شمعي الدوسي ديالك ودفعي ما تخسري حتى حاجة غتخسري دخلي الاغيما ديري ليفالياسيون ديالك وسيري اونتر اكسبريس ديري لي ليفالياسيون ديالك وشوفي كل خير ان شاء الله السؤال رقم 17 اخت مالك عنده واحد الابن غادي يمشي يقرا ديب في لافورماتيك بالانجليزيه غادي يقرا واحد سونتر دو كونتابيليتي اي دو سكرتاريا دو كيبيك كوليج دو كونتابيليتي اي دو سكرتاريا دو كيبيك اللي كاين في شيرغوك في ليستري الشرق ديال مونريال الشرق ديال كيبيك قلت لك سيدي جامع لي واحد 300,000 درهم يعني 30 مليون سنتيم كيتسنى سياك هما عندهم ما كتبتش ليش شحال لي فري سكولير ولكن انا كنعرف بان الديب في الكونتابيليتي ولا في الانفورماتيك كيقدر يوصل حتى ل 20,000 مينيموم 20,000 دولار
وزيدون هو يقدر يقرا في موريال، كاين واحد الكامبوس، كاين واحد فرع ديال هذا الكوليج اللي كاين هو في شيبروك. شيبروك تقريبا ساعتين ونص بعيده على كابي على موريال. الى قدر يقرا هنا في لونغوي يعني ربع ساعه بالمترو لا لين جون كان احسن، يقدر يدير كامبوس ديال لونغوي يكون احسن قريب. القرايه كاينه تقريبا واحد 20000 دولار زيد عليها واحد 12000 دولار ديال سوبسيستونس باش غادي يعيش تقريبا واحد عام وشي حاجه، لان كان باكدو غير 12750 العام، ولكن الديب راه اكثر من عام، يعني تقريبا واحد كاين اللي كيوصل عام ونص كاين اللي عام وربع شهور. وعاد زيد المركوب عنده بريمير اني جامعه ليتيراتير انجليز. السؤال ماشي واش يقدر يتقبل، راه الموظف تعطيو نتوما مليار في الكونت، كاين حوايج اخرى كيدرسها. واش هاد الولد هذا باقي صغير يقدر يرجع ولا ما يرجعش؟ واش عنده شي تجربه؟ واش هاد الحاجه تقدر تخليه يرجع للبلاد؟ هذا هو اللي كنقول انايا دائما انسان واش عنده اكسبيريون. يعني الانسان شوف، الانسان كيكون عنده ديجا خدام وعنده تعهد بان اللي مخدمو غادي يردوا الخدمه ديالو، وعنده الدار او خلى المراه والوليدات، وعنده والديه، وعنده ارض، عنده طوموبيل، وهذا راه عنده الحوايج اللي طردوا البلاد كيعطيها ليه. واحد باقي جان كيحلم يستثمر هاد البلاد وعنده مليار في الكونت، ما يعطيش. انا نقول لك ما يعطيش. الى ماشي ولدك، انا نقول لك واحد عنده مليار ولكن ما كاين حتى حاجه تخليه مثلا يرجع للبلاد، ما كيبغيوش يعطيوه. هادشي تعكس عندكم غير في المغرب. السؤال رقم 18 سي رمزي، ما هو الدبلوم اكثر حظا لاخذ الاقامه، داك ولا الداب؟ شوف هما كلهم الدبلومات اللي كيبيك معترف بهم باش تحط بهم طلب اقامه، ماشي طلب اقامه، طلب ديال السي اس كيو. ملي كتعطي السي اس كيو عاد كتقدر تطلب اقامه دائمه. الدبلومات هما الداب تكون في 1800 ساعه، الا ما عندكش كتقرا داك الداب اللي عنده اقل من 1800 ساعه وزيد عليه واحد فورماسيون اخرى ديال ASP اتيستاسيون دو سبيسياليزيون بروفيسيونيل باش تكمل 1800 وتقدر تفوتها. ديبلوم ثاني ديك، ديبلوم ثالث باكالوريا يعني يونيفرسيتي، ديبلوم رابع ميتريز، ديبلوم خامس MBA، او ديبلوم الاخر هو الدكتوراه. الدبلومات اللي مقبولينش هما DSS او AUS. نجات بالنسبه للترويض، راه الجامعه هي اللي بالنسبه للترويض قلتي لي انهم تفعليهم وداك الشيء، وانا قراها في المغرب سنين وخذت الدبلوم وقلتي لي اشنو وقالوا لي غادي تقرا شي مواد. انا ما نقدرش اختي نقول لك شنو المواد اللي غادي يقرا، اللي ناكد لك وهو خويا قرا 10 سنين في المغرب ترويض، وخا تقرا 100 عام ترويض كتجي هنا كيعاود لك من الزيرو. ولكن الا الولد ديالك جاب لهم لي كوغ اللي قرا والديسكريبتيف ديالو وكان مطابق واحد شويه داكشي اللي كيقراو هنا، كاين بعض المواد غادي تعفى منهم. ايوا غادي يقرا 3 سنين يقدر يقرا عامين، يقدر يقرا عامين ونص. اما الا المواد اللي قرا ما عندهمش علاقه بهادشي اللي كيقراو راه يقدر يفوق. الا هما كيتخرجوا في 3 سنين يقدر هو يقرا حتى 4 سنين، علاش؟ غادي يعطيو دي كوغ بريالابل اللي قراو من بعد. اوكي. السؤال الاخير رقم 20، واش ممكن ديرنا فيديوهات حول كيفاش فتح الحضانه؟ سي عبد السلام، سي عبد السلام الا دخلتي القناه ديالي اللي هي القناه ديالنا كاملين AOB TV غتلقى عبد ربي هذا المتواضع الوحيد في العالم اللي يدير فيديو على كيفاش تحل الحضانه في المغرب. يعني شرحت لكم الشرح الممل بالتفصيل ومرفق بالوثائق والدوكيمون اللي خاصكم تدفعوهم، والوزارة الشباب والرياضة اللي كتعطي الرخصة ديال فتح حضانات براسها الوزارة وما عندهاش فيديو كيشرح هادشي. وعبد ربي صايب لي واحد فيديو بكل تواضع، قلت شي مات مشينا وقفنا مع شي ناس خداو واحد بيرمي ديال جبت لهم واحد بيرمي ديال من عند الوزارة ديال الشباب والرياضة، خدا الوقت. ولكن على كل حال تقاتلنا وجبنا اليوم على اثر ديالي كدرت ديك الفيديو هذا، ودرت فيديو اخر كيفيه تسيير حضانه بطريقه احترافيه، ودرت فيديو اخر
الحضانه والواجبات الضريبيه باش هما لي زوبليغاسيون فيسكال اللي خصك تحدي معاهم الحضانه والكونطابيليتي ديالها الى اخره. دونك كلشي الحمد لله موجود في هذه القناه الزاخره والغنيه بالفيديوهات المفيده. شكرا على المشاهده، كملت 20 فيديو، كنشكركم. ما تنساوش تشاركوا في القناه وما تنساوش تبارطاجيو وتلايكيو وديزلايكيو الا ما عجبتكمش حاجه، بشرط قولوا لي شنو ما عجبكمش. وما تنساوش ان شاء الله غدا ولا اليوم ولا نهار العيد غنحط لكم الفيديو اللي كيشرح واش ممكن انسان يحط طلب انه يبدل فيزا السياحه لترخيص دراسه او عمل، وكل شيء ان شاء الله يكون ميسر. مع اشتراككم في القناه كاين واحد التشجيع. وشكرا على المشاهده، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، وصحه فطوركم الا فطرتوا، وحنا مازال لينا شحال 4 سوايع ونص باش نفطروا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.